تعرفوا تعرفوا عامل يومي راهو مش تعرف وزير ولا معتمد ولا حاجه راهو ليه تعرفوا زواري لاو فيه الصغيرات تاع جماعه اللي طلقوا اما بيته في جرد صغار المراه هذيك امانه عندك راهو مكثر الرجال توا اللي ما عرسوش ولا مطلقين يلوجوا على بنت الحلال باش يشدوا بلايصهم ويعرسوا ويرجلوا امورهم اما المشكل الكبير اني ما عادش حاسه ما تستاهلش المراه تهني المراه ولا تخدم في تخدم في مخها على الرجل الرجل ولا زوالي مسكين زيده اش تعمل هي ربي كي تعرفوا تعرفوا عامل يومي راهو مش تعرف وزير ولا معتمد ولا حاجه راهو ليه تعرفوا زوالي ويصرح على كل شيء قولها يا بنتي الخدمه راهي واقفه شوي وراني نتحرك وراني ديما نتوكل على ربي ونقوم الصباح بكري بعد كي تكز بيه تولي يشري في المشاكل في الدار وبالاخص بالاخص اذا كان جابت منه صغير تولي تتلكش عليها عينيني بربي كي يبدا هو ما في حالوش وكاري ب 300 ولا 350 وعنده ما وضوء وعنده امراه ما تستحفظش في كوجينتها ها اللي تحب كل يوم 50000 المراه هذه وقت تطيح بها يطيح به هو وما يجيبش القفوه مره اثنين ثلاث تولي تتلكش عليه تولي توصل تتقبح فيه توصل تسبه وين هنا باش يصبر هي تستنى في اللحظه هذيك تستنى فيه وقتاش يمد يده عليها فهمت علاش زاد حاجه اخرى باش نحكيوها راه زاد برجولي حتى القانون راكب غلط راكب غلط اللي إيه انا شوف حكيت حتى مع ناس ما همش توانسه وكل شيء قالوا لي القانون نتاعكم غلط والقانون والمراه وليت هكا وهكا 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 مع الراجل هنا يعني وتجي تقول له سيدي خويا برا عرس ولم روحك وما نعرفش شنيا الطرح هذا ما عادش يخمم فيه يعني لعبوا سيد باش معبيه تو كلها نفقه راي كلها نفقه راي فهمت هنا يعني سيدي خويا الدوله لازم تراجع روحها في الموضوع هذا فهمت واللي ركب القانون هذايا حتى مشوا البرقيبه زياده راهو غلط راهو غلط عطروت خط راهو شكون اللي ضاع فيه الموضوع هذا ضاعوا فيه الصغيرات نتاع جماعه اللي طلقوا اما يباتوا في جرد صغار اما يتعلموا في السرقه اما يتكيفوا تحت الحيوط عاد عندي ما نزيدك اخر راهو هذا شيء عينيني وليد المراه ولا تعمل المراه ولا تكبر مجرم راهو حاجه ما تستاهلش راهو اكبر مجرم في تونس المراه راهو وليد برجوليه كلام كبير هذا كلام مش كبير هذا واقع إذا واقع تسر عليه الكبير الصغير يجاوبك عليه راه المرأة ولات مجرم في تونس لهنا برجولية نحكي لك المرأة أكبر مجرم في تونس ونعاودها 150 مرة فهمت وأنا واحد من الناس المرأة ما عادش نلمنها من الآخر وعلى الآخر زيادة باش نكونوا واضحين هك واللي حب يقبلوا الموضوع مرحبا واللي ما حبش يقبلوا أمور هذه الكل ولا السواد الأعظم ولا أعطينا لا لا, لا 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 عندنا نساء القدم الله يرحم والديك ووالديهم فما زاد نسى جدد زاد ما نساش جدد ما ولات بقله عباره عمل ورقه بريماسبور وقت شوف تخطف لك شوف لي وقت والمراه وسامحني انت في الكلمه المراه ولا عندها 30 وجه تحكي بيه راه برجوليه زيد راه فهمت برجوليه تو المراه تحكي معاك اليوم تعمل معاك قهوه تحكي معاك وتحكي معاك دقه ديفيا وتقول الحمد لله يا ربي راضيني والدي طيحت من تحت غدوه تجيك بموضوع اخر بعد غدوه تولي شد عليها في الكذب في تقديم مخها سامحني تو انت تحكي هكا باهي اوكي وجهه نظر نحترموها اما زاده فما رجال ما يتكسبوش فما رجال عملوا العار راك انت مش كلامك غلط فما رجال عملوا العار انت كي تاخذ امراه باش تخدم عليها راه المراه هذيك امانه عندك في دين مش باش تمد يدك وتخرجها تخدم لا 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 حتى كان خدمت سامحني فما رجال زاده يبدا يستنى في شهريه مرته حاشاك مش راجل عندي انا ذاك ويمشي على الكياس بالخساره هذاك يحل في السباله بالخساره نسميها انا ذاك فهمت انت ما تقدرش باش تاخذ امراه وتصرف عليها وتعطيها قدرها وتحترمها ما تعرسش ما تاخوش امراه ما تاخوش ما تجيش تكذب عليها راني وراني وراني خو اختي من الاول يعني راني نهار نتعشى عج وبعد جمعتين نتعشى باللحم سلام عليكم كي قبلت لموا بعضكم ما قبلتش كل واحد يمشي على روحه ما تضيع عيش زيد راهو فهمت راه عندنا رجال عملوا العار زيد راهو برجولي لهنا الموضوع هذا ولا انا نتصوروا زوج 3% باش يخطف بين المراه والرجل في تونس هذا عندي ما نزيدك هذاك عليه رجعنا تو الزواج التقليدي امي شوفي لي اختي شوفي لي لا تو ظهر لي يعني على الحاله هذه اللي ماشيين فيها عندنا برشا راهم ماخذين بالعرفي غير ما يعرفوهمش بالعرفي في تونس ماخذين وجايبين الصغار فهمت لهنا احنا تو كنزيدوا عام عامين اخرين وما يتحلش المشكل هذا مش عرفي ولي اسطر العرفي اما ظهر لي باش يولي بكونترا بون هذوك ما نحكوش عليهم قوه فلوس هذوك يعملوا ما يحبوا ما عندهمش قانون هذوك احنا عندنا قانون ظهر لي كان جينا من الدول العظمى غير الدول الكل صار بقنا عليها ودخلنا للحبس بالقانون نتاعنا برجولي